بهدف التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، شارك عدد كبير من المتطوعين بماراثون في كي تنتصري على السرطان الذي جرى بمحيط قلعة حلب. الغاية منها هي التوعية وتثقيف السيدات لأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، لأنه تبين من الناحية العلمية والدراسات الطبية بأنه الكشف المبكر له فيه نسبة شفاء عالية جدا. طبعا مشاركتنا نحن كمديرية صحة حلب مشاركة واضحة وفعالة، رح نعمل هلا ندوة توعية بما يخص موضوع الكشف المبكر عن سرطان الثدي. نحن عم نعمل بكل جهودنا لنصل لأكبر فئة من المجتمع مشان التوعية بالفحص السيدات الذاتي والفحص الماما والإيكوغرافي. أهمية هذه الفعالية نحن نذكر كل الأشخاص الموجودين هون بأهمية سيدات مجتمعنا. نحن عم نوعي عن السيدات لحتى هنن يجوا ويعملوا هذا الكشف المبكر عن سرطان الثدي. وفي اللاذقية شارك متطوعون بماراثون مماثل انطلق من ساحة المحافظة باتجاه الكورنيش الغربي بمسافة تجاوزت 3 كيلومترات. هلا نحن دورنا موجود من بداية الحملة وليس فقط بالماراثون، نحن منظمين لجميع السيدات اللي حابين يعملوا كشف مبكر وأعمارهم أكثر من 40 سنة. حتى الآن نحن مستهدفينهم ب 13 مركز ما بين المراكز الخاصة للأشعة وما بين المشافي الحكومية يلي موجود عندها مامو. نحن جمعية تأسست من سنة 2008، هدفها الأساسي توعية بالكشف المبكر بالإضافة لتصوير بجهاز الماموغرام. الإقبال كتير كبير ونحن الحقيقة عم نلمس وعي كتير عند الناس لقصة الكشف المبكر.